اهلا وسهلا بحبايبي الحلوين، كيفكم يا عمري؟ انا كثير مشتاقه لكم، مش عارفه قديه اوصف لكم قديه انا مشتاقه لكم، كثير 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 كثير. معكم من ثانية الجدرة، بدي اقول لكم اني انا بحبكم كثير. كيف اصبحتم؟ احسنتم، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله محمد رسول الله. أحسنتم، كيفكم يا حلوين؟ الحمد لله دائما وأبدا. طيب يا حلوين، بهذا اليوم الحلو، يوم الخميس، التاريخ 23/4/2020، رح نبدأ بدرس حلو كتير كتير. بس قبل ما نبدأ اليوم الخميس إن شاء الله، بكرة رح يكون عندنا الجمعة، اللي هو رح يكون عندنا إن شاء الله بإذن الله رمضان. وحب أحكي لكم كل عام وإنتوا بألف ألف خير يا حبايبي الحلوين، وكل سنة وإنتوا أمهاتكم سالمين. طيب يا حبايبي، خلينا اليوم نبدأ بحرفنا الحلو. بس زي ما متعودين، قبل ما نبدأ بحرفنا الجديد وبضيفنا الجديد، بدنا نستمع إلى القصة. هيا بنا نستمع إلى القصة، يلا يا حلوين خلينا نسمعها سوا. قائي، سوف نحكي اليوم حكاية جميلة، وسوف نلاحظ سويا حرف الضاء في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. الظبي ظريف. تجمع الأطفال حول البحيرة يتساءلون عن سر اختفاء الظبي ظريف. قال أحدهم: لقد رأيته بالأمس وقد كان حزينا، لا أعلم لماذا. وقال الآخر: هل هو حزين بسببنا يا ترى؟ اتفق الأطفال على أن يبحثوا عنه في كل مكان. اقترب أحدهم من أحد الأشجار فوجد الظبي ظريف جالسا حزينا. سأل الأطفال الظبي ظريف: ماذا بك؟ لماذا أنت حزين؟ نظر الظبي إلى البحيرة وقال: أنا أشرب من هذه البحيرة وأنام بقربها، والآن قد اتسخت لأنكم ترمون فيها الأوساخ ولا تكترثون بي. حزن الأطفال على ما فعلوه وقالوا لظريف: لا تحزن يا ظريف، سوف ننظف لك المكان. تعاون الأطفال على إزالة كل الأوساخ من البحيرة وما حولها ليجعلوا المكان نظيفاً والماء صافياً. نظر الأطفال إلى المكان بعدما أصبح نظيفاً وشعروا بالسعادة، لأنهم سوف يستمتعون باللعب في مكان جميل مع صديقهم ظريف. وعندما شاهد الظبي ظريف المكان نظيفاً قفز فرحاً، وصار الأطفال يقفزون معه وهم مسرورون. شرب ظريف من البحيرة النظيفة وهو يشاهد انعكاس صورته على سطح الماء بعدما أصبح نظيفا. شكر ظريف الأطفال فقالوا له: نعدك يا ظريف بأن لا نوسخ أي مكان نلعب فيه، ونحافظ على حديقتنا جميلة دائما. النهاية.